نروح عبر زوم الآن لروبن سوسا نجم منتخب أوروغواي وفريق انتر ميلان وبروسيا دورتموند السابق. كلمنا عن ما يحدث في بطولة اليورو وأيضا في ما يحدث في بطولة كوبا أمريكا في الوقت الحالي. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. إنه لشرف لي أن أتواصل معك، وكنا وأنا أتشرف بأن أتحدث معكم عن كرة القدم وعن كل ما يخص بكرة القدم وأوروغواي البلد العاشق لكرة القدم. ولعبت في ساراغوس، ريال ساراكوستا ولاتسيو وإنتر ميلانو، وحصدنا لقب كاس أوروبا ومع بروسيا دورتموند أيضا فزنا بلقب الدوري، وفزت بلقب كوبا أمريكا مرتين مع أوروغواي. ولهذا أعتقد أنها ستكون ليلة رائعة في الحديث عن كرة القدم. يشرفنا جدا. بالتأكيد بداية أسألك على بطولة كوبا أمريكا ورأيك في المستويات التي تقدم حتى الآن، وبالتأكيد عن طموحات المنتخب منتخب أوروغواي للمنافسة على هذه البطولة، هل يستطيع أم لا؟ بالنسبة لنا كوبا أمريكا هي بطولة مهمة للغاية. نحن نتحدث عن 3.5 ملايين من السكان العاشقين لكرة القدم، وكرة القدم بالنسبة لنا هي بطولة مهمة للغاية. لدينا قائمة قوية وكبيرة من اللاعبين، متوسط الأعمار 25 أو 26 لاعبا، 26 عمر المتوسط عمر اللاعبين. الأرجنتين، أعتقد أن الأرجنتين هو سيكون المنافس القوي لنا في هذه البطولة. الأرجنتين، لماذا تجاهلت المنتخب البرازيلي؟ بالنسبة لبطولة كوبا أمريكا المنافسة دائما تكون بين البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. البرازيل تبقى مرشحة دائما للقب، ولكن أنا أتحدث عن المنتخبات التي توجت أكثر باللقب. الأرجنتين وأوروغواي توجت باللقب 15 مرة وهما الأكثر تتويجا، وفي الوقت الحالي أعتقد أن المنافسة ستكون بين الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي. هناك أيضا كولومبيا تمتلك منتخب جيد للغاية، وأعتقد أنه بالنسبة لي لقب كوبا أمريكا لن يخرج عن هذه المنتخبات. طيب قبل ما أذهب لليورو عايز أسألك على داروين نونيز المهاجم منتخب أوروغواي ونجم ليفربول الإنجليزي، رأيك إيه في ما قدمه مع ليفربول وما يقدمه مع منتخب أوروغواي حتى هذه اللحظة؟ هو داروين نونيز لاعب، هو لاعب هداف يبحث عن الهدف دائما، في بعض الأحيان لا يكون في أفضل حالته وربما لا يكون فنيا في أعلى حالة، ولكنه هداف من داخل المنطقة، يبحث دائما عن التواجد في الأماكن التي تساعده على تسجيل الهدف. ولكن هو الهداف الحالي لنا وهو أملنا في المنتخب. أعتقد أنه سيقدم بطولة كبيرة في كوبا أمريكا، وهي بشكل خاص في هذه النسخة للشباب. طيب على مدار الموسمين هل ترى أنه نجح أم لم ينجح مع ليفربول؟ نعم بكل تأكيد. تعلم ماذا هوية كرة القدم وما يحدث في كرة القدم هو أنك الأمر لا يتعلق بالبلاي ستيشن أو آلة تلعب كرة القدم، أنت تتحدث عن شخص يتأثر بالأجواء ويتغير ويتألق، وفي بعض الأحيان ولا يتألق في بعض الأحيان يقابله البعض في الشارع، من الممكن أن ينتقده بعض الجماهير ومن الممكن أن بعض الجماهير الأخرى تمتدح أداؤه. أعتقد أنه يفتقد لبعض التفاصيل الصغيرة
لكي يصل إلى اللاعبين الكبار ومستوى اللاعبين الكبار، والمستوى الاحترافي في ليفربول مختلف بطبيعة الحال عن الأندية التي لعب لها في السابق، ولكني أعتقد أن هذه النقلة في مسيرته كرياضي هو يتأقلم بعد عام ونصف، أعتقد أنه بدأ يتأقلم على الأجواء في إنجلترا وفي ليفربول. عايز أنتقل معك إلى بطولة اليورو، ورأيك إيه في بطولة اليورو حتى هذه اللحظة؟ هل هي بطولة ممتعة أم لم تقدم متعة كروية حتى هذه اللحظة؟ لقد شاهدت الكثير من المباريات في الوقت الحالي، الساعة 6 عندنا وأنا نشاهد المباريات بالنظر لفارق التوقيت. بالنسبة لبطولة كوبا أمريكا، البطولات المباريات تلعب في وقت الليل بالنسبة لنا، فنستطيع أن نشاهد المباريات مباشرة. أما بالنسبة لأوروبا فهناك فارق التوقيت، ولكن بشكل عام هناك ألمانيا وهناك إيطاليا وإسبانيا، تمتلك فريق رائع للغاية وفريق مبهر يقدم كرة قدم كبيرة. إذا سألتني عن المنتخبات المرشحة لللقب فسأقول إسبانيا في المقام الأول، وبعد ذلك إيطاليا بصفتها حاملة اللقب، وأعتقد أن الأيام القادمة ستكشف عن المزيد من المنتخبات المرشحة. هل شاهدت مباراة إسبانيا وإيطاليا الأخيرة؟ نعم شاهدت مباراة إسبانيا وإيطاليا، هي المباراة الكبيرة بالنسبة لي لأنني لعبت في إسبانيا ولعبت في إيطاليا أيضا مع ريال ساراكوستا في إسبانيا ومع إنتر في إيطاليا. أعتقد أنني أميل أكثر لإيطاليا لأنني لعبت لسنوات عديدة مع إنتر وحققت معه الألقاب. أعتقد أن المباراة كانت رائعة بين المنتخبين. أعتقد أن إسبانيا تلعب كرة قدم رائعة للغاية وهي المرشحة الأولى لللقب. طيب فرنسا في غياب مبابي لم تقدم أداء جيد حتى هذه اللحظة في المباراة الماضية، هل ترى أن فرنسا مرشح كبير لهذه البطولة؟ نفس الأمر بالنسبة لإنجلترا، إنجلترا مع ساوثجيت لا تقدم أيضا أداء كبير في اليورو حتى هذه اللحظة. قبل البطولة فرنسا وإنجلترا كانوا أكثر المرشحين. بالنسبة لي عندما تبدأ بطولة كبيرة مثل اليورو أو كأس العالم فأنت تتحدث بالتأكيد عن فرنسا وسواء بوجود مبابي، ولكني بالنسبة لي أرى أن فرنسا تبقى مرشحة، وهناك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا هي المنتخبات، ونحن نتحدث أيضا عن المفاجآت التي قد تحدث. فرنسا منتخب رائع ولكني لم أتابعه عن كثب، والفوز بمباراة في بداية البطولة هو ما حدث مع فرنسا، فهذا يزيل من عن كاهل اللاعبين الكثير من الضغوط، وهذا أيضا ما يحدث في بطولة مثل بطولة كأس العالم وما حدث مع فرنسا في المونديال أيضا. على مدار المسيرة الطويلة ليك في ملاعب كرة القدم الأوروبية، إيه هي كانت أفضل تجربة ليك، أكتر تجربة تسترجعها باستمتاع؟ أعتقد أن مع منتخب أوروغواي هي التجربة الأهم بالنسبة لي، أن تمثل منتخب بلادك وترتدي قميص منتخب بلادك، ولكن أيضا هناك مع لاتسيو أيضا وفي إيطاليا، ولكن أن تلعب لمنتخب بلادك وأن تفوز باللقبين في كوبا أمريكا فهذا فخر كبير لك كلاعب أن تمثل منتخب بلادك، وفي جيل مثل مارادونا مع الأرجنتين وأن تلعب في ملعب مثل الماراكانا وتفوز باللقب وسط هذا الملعب التاريخي فهذا شعور رائع للغاية. لقد تركت إرثا في كرة القدم كمهاجم مع منتخب أوروغواي، أعتقد ذلك. لعبت مع كثير من نجوم وأساطير كرة القدم، لو سألتك عن تشكيلة تكونها
من ابرز اللاعبين اللي لعبت بجوارهم تكون انت في هذه التشكيله من مختلف الفرق. لقد كنت محظوظا باللعب مع لاتسيو وانتر في افضل اجيالهما في تلك الحقبة بالتأكيد. لعبت مع دينيس بيركام بما في الانتر وهو لاعب رائع للغاية ان تلعب بجواره في الملعب، وواجهت مارادونا مع نابولي، ومارادونا كان مع ماتيو كليبر مع في انتر وماتي ريكارد، هي من الأسماء الكبيرة التي لعبت معها ومع بروسيا دورتموند أيضا. الريدل هو كان النسخة التي أحب أن ألعب معها في الملعب، وكنا نتفاهم جيدا داخل الملعب وكان هناك حالة من التفاهم بيننا. هذه هي الأسماء. مارادونا أم ميسي؟ مارادونا. لقد شاهدت مارادونا وشاهدته داخل الملعب، واجهته سواء مع المنتخب فزت عليه وهو فاز علي مع المنتخبات. أراه الرياضي الذي قد كان يمكن أن يكون أفضل. حياته الخاصة أثرت عليه كثيرا وسلوكه خارج الملعب، ولكنه داخل الملعب هو لاعب مذهل، لاعب يمتلك قدرات استثنائية، شخص رائع، هو لاعب رائع للغاية داخل الملعب، ولكن حياته الشخصية هي ما أثرت على مسيرته. عايز أسألك كمان عن أسطورة كرة القدم المصرية محمد صلاح، رأيك إيه في مسيرته في ملاعب كرة القدم العالمية؟ محمد صلاح لا استريا ايجيبتيا كومو ve su carrera como depo mi carrera está mira para darte una idea yo debuté a los 15 años en primera división. اعتقد ان محمد صلاح لاعب كبير للغايه وقدم الكثير لكرة القدم الأوروبية، بداية عندما لعب في إيطاليا شاهدته وهو يلعب في إيطاليا، وأيضا عندما انتقل إلى ليفربول. أعتقد أنه لاعب كبير ويمتلك موهبة كبيرة استثنائية. وأعتقد أن محمد صلاح يشبهني عندما كنت ألعب في إيطاليا، ونفس المسيرة التي حظيت بها والإنجازات التي حققتها مع إنتر والفوز بكأس أوروبا والمباريات الكبيرة التي لعبتها مع لاتسيو أيضا. ولهذا أعتقد أن محمد صلاح كلاعب قدم الكثير في مسيرته كلاعب، وهو يستحق بالفعل ما حققه. هو لاعب كبير، وأعتقد أنه لم تكن هناك بطولة لم يحققها محمد صلاح، وهو يبعث بالبهجة داخل الملعب عندما تراه داخل الملعب. روبن سوسا نجم منتخب أوروغواي وفرق إنتر وبروسيا دورتموند وفرق أخرى، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم.